يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم زيارة القبور للنساء؟ هذا شيء معروف وأعلن عنه وذكر في الحديث، لعن الله زوارات القبور المتخذين عليها المساجد والسرج، في رواية لعن الله زائرات القبور. وهل بعد اللعنة، هل بعدها شيء؟ لا يجوز للمرأة أن تزور القبور، لكن تدعو للميت، تدعو لقريبها من غير زيارة، تتصدق عنه، تعمل له الخير من غير زيارة. نعم.